أتمنى بس أي أحد يسمع هالبرنامج يعني يكسب أجر ودعاء المشاهدين والمستمعين. 180,000 ريال ما هي كثير على أحد مقتدر. يطلع هالشاب اللي كان سبب الحادث هو في طريقه للمستشفى مع والدته. من برنامجكم هذا كلام نقوله لكم، أي أحد يقدر يساعد في هالموضوع أما باتصاص أو بجاه أو بمبلغ مالي أو أي نوع من المساعدة، نقول الله يرحم والدي والدك، مو بس الله يرحم والديك ووالدي والديك، ساعد هالرجل لأنه فعلا هو في حاجة الواحد يساعده ويحل المشكلة. حلو جدا أن الواحد يستخدم الأشياء، أشياء بسيطة ترى، يعني شيء صغير يسوي واحد زي فنان زي فايز المالكي ويترك أثر في تويتر وفي المجتمع والناس وفي تفاعل. جاكيتات ومظلات ما حد قادر يتحمل، برد وهواء ومطر، وهذا شوف يرجف. بصراحة حاولنا احنا نحل المشكلة بعيدا عن البرنامج وقدرنا نوفر 50,000 ريال، باقي 65,000 ريال تتوفر للاعب ويخرج، وأجرنا وأجركم على الله يعني. صوت منذور باختلاف المواسم لكل العصور يأتي كنسمة باردة تبعث الروح ثانية. ونشكر والله العظيم هذه الأشياء اللي قلنا قبل شوي أنها تملأ القلب سعادة، هذا التجاوب السريع، هذا الإحساس بالأخوة والمواطنة اللي من أمير ومن مواطن ومن كل واحد يشعر بأحد في غربة وكل واحد يقدم اللي يقدر عليه يعني. يغرس أوتارا، يواصل عزفا، يخلق حروفا، يحقق نبوءة ويمضي حرا. كم من المرات أرسلت صوتي طلبا رجاء للأحبة. له استجداء يعني، هذا مواطن وهذا حقه يعني، لكن إذا كان الوصول لهالموضوع بالاستجداء مستعدين نستجدي ونقول الله يخليكم أحد يساعد هذا الرجل لأنه فعلا بيمس الحاجة. ذات نداء في ليلة معتمة أجابني صوت من بعيد لا أدرك ملامحه ولكنه رسم ابتسامة. صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز قد تكفل وأمر بعلاج الكابتن فهد الحمدان على حسابه الشخصي في مستشفى المملكة فورا، ورح يكون في تواصل طبعا من مكتب سمو الأمير لإنهاء الإجراءات فيما يخص الكابتن فهد. ابتسامة لا زالت حتى هذا اليوم وأنا أستعيد كل الذكريات والأمنيات، وذاك اليوم حين عرفت أن الدروب لا تنكسر أو تنغلق في وجه قلوب ملؤها النقاء. احنا وش قدمنا للمجتمع؟ احنا وش قدمنا للبلد؟ احنا وش قدمنا للناس لهذول؟ احنا ناس نقوم الصباح نروح أعمالنا ونرجع الظهر أو بعد الظهر، وش سوينا للمجتمع والأفراد؟ هذول الجماعة اللي في جمعية صوت يوجهون رسالة إنه إحنا لازم يكون دورنا مؤثر وفعال في اللي حوالينا. أتساءل أحياناً هل من حقي أن أصمت وعن أي صمت أتحدث؟ الصمت الذي ابتدعه أولئك الموتى، أم هو الصمت الذي يشبه شحوب طفل ترك يد أمه وأدرك فجأة أنه نهب للضياع؟ يعني يقول يا رب لا تعاقبنا ولا تحاسبنا لو إحنا ما قدرنا نساعدهم. واليومين هذه في كثير ناس ترسل رسائل أنه تبغى تجمع فلوس علشان توصلها لإخواننا اللاجئين. طبعا إنسان ناس فيهم خير وفيهم صلاح إن شاء الله، ولكن إحنا محتاجين من الدولة تعلمنا وين الطرق الرسمية اللي إحنا من خلالها نوصل تبرعاتنا لإخواننا اللاجئين السوريين. لماذا يسألني الأصدقاء عن الصمت ولا أعي ما يقولون؟ فأنا لم أصمت يوما، أنا اليوم استطعت أن أتخطى الحاجز المظلم ما بين الموت والحياة
وهذا هدف سعيت له منذ زمن طويل. ما بين الصمت والصوت مسافة حرف واحد، ميم بإطباق الشفاه، أو واو حيث الوسط والوساطة والوسيط. الفاصل قال الأستاذ عبدالعزيز الدوسري رئيس نادي الاتفاق تبرع 30,000 ريال جزاه الله أصبحت 80، وفاعل خير تبرع 50,000 ريال أصبحت 130,000. هذه كلها لعلاج الابن شو اسمه؟ راكان. راكان الله يحفظ راكان ويخلي لك. في كورة كنا الصوت والصدى والندى لحناجر بحت وجفت. ليش احنا سهلين على بعض؟ ليش احنا نطالع في بعض واحنا في حاجه وعندنا قدره ان احنا نساعد ونخلي نجم مثل فهد الحمدان اليوم نقلت لي اخبار يعني ولا في اي تحرك؟ طب ليش؟ نمد يدا نربت باخرى وندعو بثالثه. مشكلة تحولون إلى شيء جميل بصراحة يعني عارف؟ واحد يشوف فيكم الله يبارك ما أبغى أتأثر كذا قدام الشباب بس عن جد